تقدر ثروته بأكثر من 1,500,000,000 دولار. شغل منصب رئيس وزراء باكستان لثلاث فترات غير متتالية، انتهت كل منها بإقالته. قائد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، ولد عام 1949 في لاهور لعائلة تجارية وسياسية بارزة في باكستان. انتخب أول مرة لرئاسة وزراء باكستان عام 1990 واستقال عام 93، وعيد انتخابه عام 1997 وأطيح بحكومته إثر انقلاب عسكري عام 1999 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ونفي بعدها. عاد لرئاسة الوزراء عام 2013، وفي 2017 اتهم بالفساد وتم سحب الأهلية منه ومنع من الترشح مدى الحياة. سجن لسنة وسافر للندن كمنفخ اختياريا للعلاج، وعاد عام 2023 ليبدأ حملته الانتخابية ليعود لمعترك السياسة مرة أخرى.